الأحزاب الصغيرة للمشاركة وأيضا للفوز في بعض عدد من القاعدة. كل شيء يعتمد على قدرتها على التنظيم، على التنافس، والفرصة موجودة. يعني حقيقة قانون الانتخابات بمجال كبير لهذه الكيانات الصغيرة وأيضا المرشحين الأفراد، وينبغي تنظيم الأمور بشكل كل القوى الأخرى منظمة أفضل. لذلك يعني الجمهور وأيضا بالنسبة الكتل الصغيرة عليها أنه تعبئ الناس وأيضا تعبئ نفسها من أجل الحصول على نتائج أفضل. ماكو تنظيم سياسي كبير دخل جديد وممكن أن يحصل على الكتلة الأكبر، يعني لذلك هذا الترسيم الجديد هو بحظوظ للكل، سواء فردية أو الأحزاب السابقة، لأن الدائرة أو المحافظة أصبحت عدة دوائر بعدد كتل مرة، فكل دائرة يعني مناطق صغيرة صارت اليوم بغداد 17 دائرة، كانت دائرة واحدة، فممكن حظوظهم يكون أوسع بمنطقته. هذا إذا إلى شعبية، إلى جمهور، عنده برنامج يحاكي جمهوره بالانتخابات، يأثر طبعا ويغير. Thank you.